سيدي لا يمكنك التوقف هنا. لما لا؟ أليس هذا مكانا معقولا للركن؟ معقول؟ لقد قمت بالركن على الحشائش. آسف، لا يمكنني التأخر على لحظتي المهمة. حسناً يا رفاق، كان لدينا الكثير من الرابحين، لكن حان الآن وقت الجائزة الأولى، التحفة الكبيرة، الحذاء الذهبي. جئت لاستلام جائزتي. لطفاً منك الانضمام إلينا يا إلماتادو. أجل، لم نتأخر إلا ساعتين. مراسم الجوائز مملة للغاية. أجل، استمر بإخبار نفسك بذلك، سيجعل الأمر أسهل عليك عندما أربح الجائزة. والمرشحون هم هذه لحظتي، ريانو من باركا اف سي، وإلماتادور من سوبر سترايكا، سكارا من انفيزيبل يونايتد، وشيكس من سوبر سترايكا. والفائز هو شيل. أجل، أنا الأعظم. يا راجل لم تربح. ماذا؟ أحسنت يا صديقي، لكني لن أسهل الأمر عليك في العام المقبل. لن أتوقع الأقل منك. مرة أخرى يقودك فريقك إلى الجائزة. عليك التمرير إلى فريقك مرة كل حين، بذلك ستربح الجوائز. أرجوك انظر إليهم. لو كان الأمر يقتصر عليك بمواجهتي لفزت أنا. مؤسف عدم وجود جائزة غشاش، لأنك تستحقها. شكراً يا رفاق، ربحنا الدورية في الموسم الماضي، والآن هذه ما كنت لأفعلها بدونكم. أتسمعون؟ لم يكن لأفعلها من دوني. على كل حال، شكراً لكم. أتطلع إلى تحد أكبر في الموسم المقبل. لماذا ننتظر للموسم المقبل يا شيكس؟ يا سيد شيكس، ما هذه؟ عزيزي شيكس، الأنسة ألتيفو تدعوك إلى جزيرتها الخاصة لتحدي كرة قدم لا شبيه له. مهلاً، تحصل على الحذاء الذهبي والرسالة الذهبية؟ ليس عدلاً. سيد ماتادور، والآن هذا ما يجب أن يحدث. عزيزي إن ماتادور، تم قطر سيارتك. أتفكر حقاً بالذهاب إلى تلك الجزيرة يا شيكس؟ حسناً، القيام بشيء مختلف جميل. لكنك بذلك ستفوت حفل شواء نهاية الموسم في منزل راستا. والاسترخاء تحت الشمس. والاستماع إلى الموسيقى. وأكل ما نستطيع من الطعام اللذيذ وملء معدتنا. من المهم أن تأخذ استراحة يا رجل. لا تقلقوا، سأكون بخير. ما هذا يا سكارا؟ الانتقام. سنهبط قريبا، اهلا بكم في جزيرة التيفو. اهلا يا شيكس. الماتادور، ماذا تفعل هنا؟ لابد ان دعوتي ضاعت. مضحك جدا يا شيكس. شيكس، مرحبا. حسنا، انه سيد الحذاء الذهبي بنفسه. ارى انك جلبت معك جليستك. انا لا اجلس الا على الكراسي، واحيانا الارض عندما لا تتوفر الكراسي. إذن ما سبب هذه؟ أنا لا أعلم. لم نرى أحداً منذ وصلنا إلى هنا. ربما يمنحوننا وقتاً للمشاركة. أيها السادة، أقدم لكم شيئاً أكثر حماسة من ذلك. تحد بالعمر كله. جزيرة استوائية مثالية تحولت إلى أفضل أرض اختبار لأفضل لاعب كرة القدم. دحرجة الكرة، التوازن، القدرة، هذه فرصتكم لاختبار مهارتكم أمام أعظم خصومكم.
ثم آخر الناجين سيتواجهان في أعظم عرض لكرة القدم. ولما علينا اللعب في مسابقتك الصغيرة؟ أجل، ما الفائدة لنا؟ هي فرصة كبيرة لاكتشاف من بينكم هو فعلاً أعظم لاعب في جيلكم. لكن إن شعر أحدكم بعدم القدرة على التحدي، فطائراتي متوفرة لأخذكم لمنازلكم. أجل، لما لا تذهبون أيها الفاشلون إلى منازلكم الآن؟ وسأبقى هنا للفوز. مستحيل يا سكارا. عليك البقاء يا شيكس، وسأري الجميع لما كان علي الفوز بالحذاء الذهبي. حسناً، لنفعل هذا. أعتذر جداً يا الماتادور، مسابقتي من أجل رابحي الجوائز فقط. أيها الحظ، لماذا تكرهني هكذا؟ يمكنك المشاهدة في صالة الشخصيات المهمة. هناك حقيبة هدايا مجانية. تقولين حقيبة هدايا؟ إنها ستكون لي. أما لبقيتكم فالحظ في انتظاركم. حظاً موفقاً، سأراكم عند خط النهاية. إن نجوتم إلى ذلك الحد. أمستعد إلى متعة العطلة يا شيكس؟ أجل، أتمنى لو جلبت ملابس السباحة. من الجيد الحصول على استراحة من كرة القدم. إذن هذه خطة لاعبنا. نورث شو، راقب الخلفية. اللحم يتم شواؤه. كول جو، استمر على هذه الأجنحة. معك يا أخي. تويستينغ تايجر، أفسح المجال في الوسط. أعمل بالفعل. الماتادور، أن الماتادور، أين الماتادور؟ تأخر كعادته. مجدداً. يا رفاق، عليكم رؤية هذا. لعل هذا يعد أكبر تلفاز من نوعه رأيته في حياتي. إنه يوم جميل حقاً يا كلاوس، لما لا تخرج إلى هنا؟ لكن التلفاز هنا ثلاثي الأبعاد. الخارج ثلاثي الأبعاد أيضاً. لكن أفي الخارج ميزة كاريوكي داخلية؟ لا. أنجوا بأنفسكم. لا تقع أو تنزلق أو تتلعثم عندما تسير. ابتعد عن الطريق أيها الضعيف. قد يكون سوبر سترايكر قد ربح في الدوري، لكنك لا تعلم شيئاً عن حرب الأدغال. هذه الجزيرة كأحد تدريباتنا في آيرون تان. هذا خطير يا إخوتي. أجل، يبدو خطيراً. سأسبقكم. يا رفاق، الغصن. نعرف ما الذي تريد أن تقوله. فهمنا، فهمنا. كلا، هذا الغصن. ما هذا؟ لا حذاء ذهبي ولا تذكرة ذهبية، والآن لا يمكنني إيجاد صالة الشخصيات المهمة. هذا سخيف. المحطة الأولى سوف تنتهي قريباً. ممتاز. المحطة الثانية. عمود التوازن جاهز للعمل. هذه التحديات لا تقارن بإيجاد صالة الشخصيات المهمة، أو حتى تلك الصالة المستحيل إيجادها. سكارا يا أحمق، لماذا أخرجت ليكويدو؟ يمكنكم أيها الفاشلون أن تتعاونوا معاً، لكني هنا للفوز. يا رفاق، إن لدينا مشكلة، مشكلة كبيرة.
حافظ على الكرة فوق عمود التوازن وحاول ألا تقع، فالوقوع هنا قاتل. هل سمعتم ذلك؟ سمعنا ماذا؟ بالضبط، إنه عميق للغاية. أمستعد لتنضم للفريق؟ مررها فحسب. تشاك، لا! سكارا! أجل، مررنا بذلك، أعلم أنني شاب سيء، والآن من منكم سأقضي عليه تاليا؟ وجدتها. سكارا، يؤسفني رؤيتك وأنت تقصى. كان جمهورنا يحب منافستك مع شيكس. جمهور؟ أي جمهور؟ كنت في برنامج الواقع الجديد الخاص بي، جزيرة كرة القدم. عمود التوازن، يقع اللاعب سكارا ويسود اللاعب شيكس. بقي 4 نجوم، لكن سيتيح 2 فقط بالوصول إلى عرض البركان، وواحد فقط سيتوج كمالك جزيرة كرة القدم. كل هذا كان مزيفاً؟ أفضل تعبير واقع مكتوب. والآن لما لا تتابع بقية البرنامج في صالة الشخصيات المهمة؟ وأشاهد شيكس يربح؟ لا بالطبع، طفح كيلي من جزيرة الفشلة هذه. يبدو هذا جيداً للغاية. رائع. لم أنتظر. ليس بهذه السرعة، المزيد من الوقت يا رجال. أريد لهذا اللحم أن يطهى بمثالية. يا رفاق، عليكم رؤية هذا. يا كلاوس، كم مرة نخبرك بهذا؟ لن نستمع إليك وأنت تغني الكاريوكي. كلا، عليكم فعلا رؤية هذا. إن شيكس على التلفاز. مسابقته الفخمة السرية هي برنامج واقعي للمشاهير. برامج الواقع سخيفة جدا. إنها مزيفة فعلا، منصوص عليها بأكملها. هيا يا رفاق، الشواء لا ينتظر أحدا. أجل. من الشجاع الذي سينجح في الوصول إلى لهب البركان؟ عرض نهائي ملحمي فوق الحمم البركانية في الحارة. لنشاهد لبعض الوقت. هذه صالة الشخصيات المهمة؟ تبدو الأرائك مريحة، لكني مندهش من هذا الديكور الغريب. أين حقيبة الهدايا؟ ها؟ رجاءً، رجاءً. لن أجد صالة الشخصيات المهمة أبداً. لماذا تتعب نفسك؟ لن يدخلوك، فأنت لم تفز بجائزة. أجل، ما عدا كأس الدوري الممتاز. هل سمعت به؟ لا يهم. ها؟ ما الذي لدينا هنا؟ الآن سأمنحكم واقعاً حقيقياً. لنجعل الحفلة مشوقة. فاشلون. أنسة ألتيفو، لقد وجدنا مصدر التدخل. غرفة التحكم رقم 3. سكارا، سأتصل بالأمن. كلا، لدي فكرة أفضل.
إن كان الجمهور يحب شيئاً آخر أكثر من البطل فهو الشرير السيء جداً. مباراة البركان، إننا قادمان. تعلم أني لن أتساهل معك أبداً. لن أتوقع الأقل منك. شيكس وريانو متجهان للتحدي الأخير، لكنهم لا يعلمان أن هناك قوة شريرة تعمل. ماذا؟ سكارا؟ لماذا؟ إن كل هذا مزيف. لما سكارا في غرفة التحكم؟ إن لم أفز فلا أحد يفوز. تحولت العطلة إلى كارثة يا شيكس. لا تقلق، أنا أمسكك. لا أعتقد يا صديقي، يبدو أني سأتركك بسهولة. لا. هيا. أعتقد أن ذلك يعني فوز شيكس. أعترف أنه رائع نوعاً ما بالنسبة لبرامج التلفاز الواقعية. نوعاً ما، هذا أروع شيء رأيته في حياتي. واو، وكأنني أشم بالفعل رائحة الدخان من البركان. لا يا رجل، الشواء. حسناً، هل انتهينا يا ألتيفو؟ خرج ريانو وأنا الوحيد المتبقي. تغيرت اللعبة يا شيكس. غير معقول. كيف عدت إلى المسابقة؟ لكن انتظر، دعني أخمن، لقد غششت. للأسف لا يوجد حكم تشكو له ولا زملاء فريق ليحموك ولا أي قواعد تختبئ خلفها. سنرى الآن من هو الأفضل فعلاً. إنه طبيعي جداً، الجمهور ينتظر لندع الكرة تدور. جاءت خسارتك يا شيخ. لنبدأ التشقق، هيا. فمهما فزت بالجوائز ستعلم أنني الأول، فأنا الملك. افعلها. لا تستطيع المشاهدة. سيرى الجميع من يستحق الحذاء الذهبي. عن ماذا تتحدث بالضبط؟ أنت بطيء الاستيعاب، لا شيء حقيقي. أنت في برنامج واقع يا شيكس، لكن ليس لوقت طويل. ماذا؟ شيكس! إن كنا على التلفاز فنسب مشاهدتك على وشك الانخفاض. لا! لن أجد تلك الغرفة؟ لا يمكنني الفوز فحسب. والفائز هو الماتادور. كيف وصل إلى هناك؟ لا أدري، مفترض أنه في غرفة الشخصيات المهمة. حاربوا في الأدغال، توازنوا فوق الهاوية، حافظوا على أعصابهم في الأعماق المظلمة، وتصارعوا فوق بركان مشتعل. لكن لاعب واحد امتلك المهارة والشجاعة والقدرة ليصبح أول بطل لبرنامج جزيرة كرة القدم. علمت دوما بوجودها بداخلي. ماذا كنت تقول؟ كل ذلك التخطيط، كل ذلك العمل الشاق. لن تتحكمي بكل شيء يا أنسة ألتيفو، فإنه برنامج واقع. أنت مطرود. أيها الساذج، تركته يفوز؟ لا يفترض تواجده هنا. لماذا لا تشكو للحكم؟ انتظر، فلا يوجد واحد.
شيكس، مرحبا. أنا سعيد أنك بخير. أنا أيضا يا صديقي. ما رأيك في هذه الجزيرة؟ لا يتسنى لي يوميا اللعب على قمة بركان. تجعلونني أرغب بالتقيؤ. سأذهب إلى صالة الشخصيات المهمة. إنه شرف عظيم لي. أين حقيبة الهدايا؟ لكنه لم يمتلك بطاقة ذهبية. قلت لكم مزيف. ربما قصدوا نهاية متحولة؟ أجل، والتحول هو أننا قمنا بتضييع وقت ظاهرتنا. على الأقل ما زال لدينا الطعام اللذيذ. ها؟ كلا! إن برامج الواقع مروعة. قلت لكم مروعة للغاية.